ممكن على مستوى طبعا نجومنا اللي بيلعبوا في الدوري الانجليزي، نتمنى ان شاء الله خلاص خطوات قريبه ويكون تريزيجيه متواجد مع فريق استون فيلا، نتمنى له ان شاء الله العوده سريعا بعد طبعا عمليه الرباط الصليبي. لكن تريزيجيه كمان من النجوم بجانب محمد صلاح، اللي يمكن دايما بنقول محمد صلاح يمكن سفيرنا وسفير العرب وسفير افريقيا، بيمثل قوه ضاربه على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى العالم. طيب تعالوا مع حضراتكم ومعاك يا احمد نشوف نتائج الجوله الاخيره من البريمير ليج، ايه المفاجآت وايه اللي بالنسبه لك كان مفاجاه في النتيجه، ونبدا نتكلم بشكل عام على التوب 5 تيمز في الدوري الانجليزي. طبعا نتائج الجوله الاخيره كان فوز تشيلسي في مباراه كانت اكثر من رائعه، فوز مانشستر سيتي على تشيلسي 1-0، وهزيمه المان يونايتد 1-0 امام استون فيلا، ايفرتون بيفوز 2-0 على نورتش سيتي، ليدز يونايتد وهزيمه من ويست هام يونايتد 2-1، ليستر سيتي تعادل 2-2 امام بيرنلي، و واتفورد التعادل 1-1 امام نيوكاسل، برنتفورد والتعادل امام ليفربول في مباراه اكثر من رائعه بالنسبه طبعا للوافد الجديد على البريمير ليج برنتفورد، ساوثهامبتون والتعادل 0-0 امام وولفهامبتون، ارسنال وعوده قويه جدا واحد مفاجات هذه الجوله بالفوز على توتنهام 3-1، كريستال بالاس لسه النهارده المباراه تقام الساعه 9 بتوقيتنا هنا في مصر. احمد شايف ايه اكتر مفاجاه بالنسبه لك في الجوله الاخيره من البريمير ليج؟ طبعا اكبر مفاجاه هي ماتش استون فيلا ومانشستر يونايتد بكل التقلبات اللي صاحبته، لان استون فيلا مانشستر يونايتد حصل على ضربه جزاء في اخر الوقت، وكان صحيح. كان ممكن يتعادل بيها والمفاجاه تكون اقل حده، ولكن اللي حصل ان ايميليانو مارتينيز مارس العاده المحببه بتاعته في الضغط على الخصوم اللي داخلين يسددوا ركلات الجزاء، ونجح في كده مع برونو فرنانديش اللي بغرابه جدا بيسدد الكره لاول مره تقريبا بالشكل ده، يعني اول مره بيدخل بوش رجله منفعل جدا كده، وكانت النتيجه ان الكره طلعت بره. ايميليانو جرب المساله دي مع كولومبيا في كوبا امريكا 2021 واهل الارجنتين للنهائي، بس دور الحكم مالوش يعني، انت شايف ان الحكم كان ساكت، الحكم ما كانش ليه اي دور، هو تفتكر هل كان ممكن من الوارد او من يعني صحيح ان تدخل الحكم ويبعد حارس المرمى ويبقى يدي كمان فرصه للراجل اللي هيشوط انه ياخد وقته؟ هو الـ اعتقد ان الحكم دوره هنا انه ايميليانو مثلا ما يتلفظش بلفظ، انه ايميليانو ما يعترضش في يعني وقت ما يمسك الكوره او ولكن هو ما بيقولش حاجه، هو كان في كوبا امريكا بيتلفظ بالفاظ خارجه وكلام زي كده، وعلشان كده كانت كولومبيا بتطالب بعقابه وايقافه عن الماتش النهائي وده ما حصلش، ولكن هو ما عملش حاجه، هو راح بس هز ثقته في نفسه بكلمه واحده، ان هو بيفكر كويس جدا في الكلمه اللي هو بيقولها للاعيب اللي داخل عليه بحيث تحبطه جدا. فانت لما تقول لبرونو فرنانديش يعني تقول لكريستيانو خش شوط انت وبرونو فرنانديش بيلعب، انت بتهز ثقته وفي نفس الوقت بتعمل مشكله في الفريق فعلا لو ضربه الجزاء دي ضاعت. يعني انا متخيل انه بعد الماتش موضوع ما عداش ما مرش مرور الكرام، يعني اللي حصل ان الكره ضاعت وان كريستيانو رونالدو مش هو اللي شاط وان اختيار سوليسكاير ما كانش هو الناجح، فده ممكن حتى في ينسحب على اوضه اللبس بعد الماتش. صحيح. ما كانتش بس ليها علاقه بضربه الجزاء بس، لا الموضوع كان مدروس، هو اعتقد حسب كويس قوي لعب على اعصاب اللاعب بشكل كبير جدا ونجح في الاخر. صحيح. طيب بالنسبه للمباراه، المباراه كانت كبيره جدا، بنتكلم على المان سيتي وعلى تشيلسي، فرقتين كبار جدا، ويمكن التوقعات رغم طبعا قوه المان سيتي كانت في اتجاه شويه تشيلسي، تشيلسي بيقدم يعني مباريات اكتر من رائعه على مستوى التكتيك على مستوى اللياقه البدنيه على المستوى الفني، لكن انت شفت الاول او توقعت النتيجه ايه قبل طبعا عرفنا النتيجه، لكن انت كنت متوقع النتيجه ايه؟ انا كنت متوقع بصراحه نتيجه فيها اهداف اكتر من كده بكتير، وان كانت مجريات اللعب بتقول ان الماتش ده كان ممكن يخلص باهداف كتير فعلا لمانشستر سيتي، لانه تشيلسي فعلا يعني تمت السيطره عليه تماما وتمت السيطره على افكار توخيل، واعتقد ان جوارديولا قدر توخيل لاول مره القدر اللي هو يستحقه، مش على عاده يعني جاردول لان هو خسران منه شامبيونز ليج 1-0 وغلبه قبلها ماتش في الدوري الانجليزي، فكان هو قدر له التقدير الكويس جدا، وعشان كان مانشستر سيتي عمل ماتش كبير جدا جدا كان ممكن يخلص اكتر من 1-0، وعلامات استفهام على انه ما خلصش بسكور اكبر. فتشيلسي اللي هو اعتقد بيقدم اقوى كره قدم حاليا في العالم مع مانشستر سيتي، عرف على الاقل يطلع بهدف واحد فقط، وده كان مكتسب كويس المباراه، لان تشيلسي اعتقد ما سددش ولا كره على المرمى. اعتقد انا وانت الارقام يمكن الارقام برضو بتدي انطباع شويه عن بالزبط. اداء المباراه ارقام كانت مميزه لصالح اكيد المان سيتي، ولكن بعض الناس كانوا بيقولوا ان تشيلسي قادر بشكل او باخر
على هزيمة المان سيتي، لكن زي انت بتقول يمكن احترام جارديولا للمباراة بشكل كبير جدا كان ليه أثر إيجابي. أرقام المباراة قدامنا أنا وأنت أحمد، طبعا الأهداف 1-0 صالح المان سيتي، الفرص طبعا 6 فرص للمان سيتي مقابل فرصتين لتشيلسي، الأهداف المتوقعة كمان في صالح المان سيتي 1.5 أمام طبعا 0.3 لتشيلسي، نسبة الاستحواذ أكيد المان سيتي متميز بيها 62% مقابل 38%، التمريرات للمان سيتي 642 منها 566 صحيحة بنسبة 88%، للتشيلسي 431 منها 360 صحيحة بنسبة 84، نسبة جيدة جدا. التصويبات على المرمى يمكن كان لصالح المان سيتي 12 تصويبة على المرمى ما بينها 4 ما بين القائم والعارضة مقابل 4 تصويبات، ما فيش ولا تصويبة من تشيلسي ما بين القائم والعارضة. العرضيات 14-14، ركنيات 13 مقابل 4 طبعا لصالح المان سيتي. انت شايف ان هذه الارقام بتدل فعلا على مجريات الامور، ولا انت شايف ان كمان تشيلسي كان قادر يعود للمباراه بشكل او باخر؟ في ارقام من اللي اتعرضت يا كابتن ليها علاقه بجوارديولا، يعني جوارديولا النادي اللي بيبقى فيه جوارديولا بيمسك نسبه الاستحواذ، بتبقى فوارق التمريرات 100 تمريره وانت طالع بينه وبين المنافس، ولكن رقم التصويب على المرمى هو ده اللي ممكن يكون معبر فعلا عن اللي حصل، لان مانشستر سيتي كان بيوصل كتير وفي نفس الوقت كان بيهدر كتير، وكان عنده اكتر من كوره يقدر يترجمها لاهداف. تشيلسي ما وصلش بنفس النجاعه، وتوخيل ما قدرش يصنع يبني اللعب بالطريقه اللي جوارديولا كان يعني اللي هو شاربها اساسا من جوارديولا، واعترف اكتر من مره ان هو شاربها من جوارديولا ومن مدرسه اياكس ويوهان كرويف والكلام ده، ولكن هو ما عرفش يعني زي ما بيقول ايه طباخ السم بيدوقه يعني فهو ما عرفش يلعب اللعبه دي على جوارديولا. جوارديولا زي ما قلت لحضرتك لاول مره في مواجهته مع توخيل بيديله الاحترام الكامل بينهم في المواجهات المباشره. يعني جارديولا طبعا المدير الفني للمان سيتي، واحترام كامل لفريق تشيلسي بقياده المدير الفني الكبير توخيل. تعالوا نشوف مع بعض جارديولا قال ايه بعد فوزه على تشيلسي 1-0. What a player. What a performance today. يا لهم من لاعب ويا لهم من اداء. برناردو سيلفا إنه يلعب بإحساس وتلقائية، ليس دوره أن يكون لاعب وسط مدافع، ولكنه يعلم ما هو مطلوب منه، لديه القدرة ويتوقع أين أن تكون الكرة ويتحرك بدون كرة. لقد ساعدنا كثيرا في الدفاع والتمرير، لقد قام بعكس عدة كرات في الشوط الثاني عندما كان فريق تشيلسي يهاجم بشدة، إنه لاعب فريد. أحمد بيتكلم على يعني التكتيك اللي لعب بيه، بيتكلم وشكله سعيد جدا بالمباراه، يعني من الواضح زي ما انت بتقول ان هو كان المباراه شايل همها بشكل كبير جدا، مباراه قمه، اعتقد المباراه دي هتفرق معاه كمان على المستوى النفسي، على المستوى ثقه الجماهير، على مستوى ثقه اللعيبه، اكيد فرقت مع جارديولا بشكل كبير. يعني فرقت طبعا، لانه تشيلسي هو حتى في البيك فور بيتهيألي هو عامل حساب تشيلسي اكتر من اي حد تاني السنه دي، فاذا يعني مانشستر سيتي بدا المنحنى التصاعدي اللي بيدخل فيه في الدوريات اللي هو بيكتسحها كده دي، وتشيلسي عرف يعني يكسب منه 6 نقط مثلا، فهو ده بالنسبه له مكتسب كبير جدا. يعني تعتقد ان هو المان سيتي شايف ان تشيلسي هو يمكن العقبه الاكبر في الحصول على بريمير ليج، يعني بغض النظر او ليفربول ماشي بشكل اكثر بالزبط. من رائع، بس هو جوارديولا يهمه ان تشيلسي يعني هو يتعطل. بيتنافس مع كلوب بقاله 3-4 سنين، وعارف كلوب ده يعني هنعمل مع بعض ايه. بس توخيل المعطى الجديد اللي اتضاف للبريمير ليج بعد بالذات ما خد الشامبيونز ليج وثقته ازدادت في نفسه، وجاب صفقه بحجم لوكاكو والصفقه نجحت، وبدا وتشيلسي بدا يغير طريقه لعبه حتى بره النهج اللي تشيلسي عود الجماهير عليه من ساعه جوزيه مورينيو، فهو يهمه جدا ان تشيلسي الانطلاقه التصاعديه دي تحبط بدري، ولو تعثر او اتنين كمان جوارديولا هيكون سعيد جدا، وده باين هو سعيد اكتر الانترفيو لانه كان بيدي لنفسه ثقه بعد الانتقادات الكتيره اللي حصلت بعد لقطه رياض محرز، وبعد الاداء الانتقادات اللي بيمر بيها مانشستر سيتي ان اداؤه ما بقاش زي الاول، وان جوارديولا عايز مشروع جديد، وان وان وان، فهو شكله كان مضغوط جدا. بيفسر كلامي انا مع حضرتك دلوقتي انه فعلا كان محترم توخيل فعلا بالقدر اللي هو ما احترموش بيه حتى في نهائي الشامبيونز ليج، يعني اللي نازل من غير راس حربه مثلا بيلعب نهائي الشامبيونز ليج من غير راس حربه وبيعرف يوصل وبيوصل لحد 6 ياردة ومفيش راس حربه، وفي نفس الوقت اتاخر جدا في التبديل، فهو احترمه بالقدر اللي يستحقه توخيل. طيب من جانب الاحترام، تفتكر على الجانب الاخر مباراه اخرى ما بين ليفربول وبراينفورد، و
هل كان من اسباب يمكن تعادل 3-3 ان يمكن يورجن كلوب ما اداش الاحترام الكامل لفريق يمكن وافد جديد على البريمير ليج لكن عامل نتائج اكتر من رائعه؟ شفت المباراه دي ازاي تعادل ليفربول 3-3 مع برينتفورد؟ يعني برينتفورد بيقدم بدايه موسم هايله جدا، هو حاليا في المركز التاسع، بيعرف يلعب قدام الكبار على ارضه بدون اي مشاكل لانه كسبان ارسنال في اول جوله 2-0. هو لسه ما لعبش غير ارسنال وليفربول من العمالقه الكلاسيكيين في الدوري الانجليزي يعني، بس نلعب الماتش ده على ليفربول ويتقدم عليه مره واثنين ويتعادل معاه في الاخر كمان، يعني اكتر من وضعيه برينتفورد كان ند فيها يعني. صحيح. مش بس لما بقى ليفربول 3-2 فيستسلم بقى بصفته لعب ماتش كويس، لا ده كمل وتعادل في الاخر. فبرينتفورد بيقدم وجه جيد جدا للصاعدين للدوري الانجليزي، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان اللي بيطلع من تحت حتى في الدوري الانجليزي بياخد عوائد اكبر من اللي بيبقوا فوق، يعني لما بتتقسم حقول بس اللي تحت اللي طالع بيبقى ليه الاولويه ان ياخد عوائد اكبر، غير ان الماتش الاخير اللي بيصعد فيه بتاع الشامبيون شيب بتاع بيكون عوائده اكبر، بيبقى اعظم اكتر ماتش ليه عوائد في كره القدم كلها، اعظم من نهائي الشامبيونز ليج واعظم من نهائي كاس العالم، بيكون ماتش الشامبيون شيب اللي بيطلع فرقه واحده ده او البيج فور اللي بيتنافسوا في الـ في الـ في الـ في الشامبيون شيب على الصعود للبريمير ليج. ده العدل في الكوره، انك بتدي للي تحت خالص اللي لسه طالع كمان، فبيطلع هو ده اللي بيعرف يعبر عن نفسه. الدوري الانجليزي بتكمن في النقطه ديت. في بعض الفرق فعلا بتستغل الاموال ديت بشكل كويس، بتدعم بشكل كويس، وزي ما انت بتقول يعني دايما البريمير ليج الناس اللي جايه من الشامبيونشيب كمان بتاخد فلوس كتيره جدا جدا، يمكن اكتر من اللي بياخد الشامبيونز ليج. ده نوع من انواع تقويه الدوري بشكل عام وعداله في التوزيع. بس طيب، ما ينفعش نتكلم عن ليفربول من غير ما نتكلم عن صلاح. لسه كنت هجيلك. اتفضل.